ميول البنت للكورة يخلي النفس مقهورة، وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة؟ ميول البنت للكورة يخلي النفس مقهورة، وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة؟ ميول البنت شي قاسي تفاهى بكل مقياسي، وليه البنت تتشبه حقيقة نكست راسي. ميول البنت شي قاسي تفاهى بكل مقياسي، وليه البنت تتشبه حقيقة نكست راسي. ميول البنت للكورة يخلي النفس مقهورة، وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة؟ تصور تتصل تشجب تحلل للأسف وتسب، ولو تسمع نصايحها تقول لابد ذي تدرب. تصور تتصل تشجب تحلل للأسف وتسب، ولو تسمع نصايحها تقول ذي أحسن مدرب. يخلي النفس مقهورة، وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة؟ حياها غادر ولا وحتى عقلها تخلى، إذا رضيت بهذا السخ طبيعي الجهل يتجلى. حياها غادر ولا وحتى عقلها تخلى، إذا رضيت بهذا السخ طبيعي الجهل يتجلى. يخلي النفس مقهورة، وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة؟ تتابع لجل تتباهى وعن فرض الله تتلاها، وتهدر وقتها الغالي من اللي بس ينهاها. تتابع لجل تتباهى وعن فرض الله تتلاها، وتهدر وقتها الغالي من اللي بس ينهاها. نفس مقهورة، وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة؟ تناسات له نوثتها وهذا يحكي قسوتها، تزاور عالم الشبان جمال البنت حشمتها. تناسات له نوثتها وهذا يحكي قسوتها، تزاور عالم الشبان جمال البنت حشمتها. وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة؟ رضا رب العباد أغلى، تحلي بطاعته أولى، ولا لا تظلم الفطرة تراكي بالحياة أحلى. رضا رب العباد أغلى، تحلي بطاعته أولى، ولا لا تظلم الفطرة تراكي بالحياة أحلى. وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكون؟